السلام عليكم، كيف حالكم؟ تمام طيبين. ماكن زكت لي وانت شايف صفن زكت الكتريكال. انا اريد اسوي ترتيب مخطط حق طاجة تناول الكهرباء. قبل ترتيب مخطط بدون تايمر، انا اريد اسوي ترتيب مخطط حق هذا تايمر. سوا تايمر هذا ثلاثة نقطة فوق ثلاثة نقطة تحت عشان انت فهم سوا مخطط موجود سيم اغراض. تمام، وان شاء الله انا اسوي مخطط موجود، انا ترتيب اقرا مخطط انت فاهم كويس، بس اهم شيء لازم انت فيديو شوف كامله عشان انا في سلك موجود كثير. وانت هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سلك موجود كثير عشان انا اقرا انت فاهم معلوم هذا سلك يجي من فين. تمام، بس اهم شيء هذا طلب منك لازم اسوي اشتراك مشترك هذا الصفحه وسوي دف الجرس عشان يجي فيديو جديد انت سوا. تمام، لو ممكن انت في مشكله تاني اقرا انت فيديو شوف هذا، انا اقرا مخطط انت فيديو شوف كامله، ممكن انت مشكله تاني انت فاهم انت وين مشكله. تمام، هذا مخطط موجود شوف انت، هذا مخطط انا سوي ترتيب جديد وهذا موجود تايمر وكل شيء موجود. تمام، كل شيء موجود، بس ان شاء الله انا الحين اقرا عشان انت فهم كويس. تمام، بس سوي لايك وجرس وزبطه. تمام، شكرا. في هذا مخطط وهذا في تايمر. تمام، انا ركب تايمر هذا مكان، هذا انت شوفه هنا وشوفه هنا اخر. هذا سلك شوية ما في فهم كويس. طيب، هذا في مفتاح كبير حق كهرباء 380 ولا 220. تمام، 380 220 هذا ركب انا قطع واحد وقطع اثنين، هذا كونتاكتر واحد وكونتاكتر اثنين. انا اجيب سلك احمر اصفر ازرق ثلاثة على طول وبعدين ثلاثة على طول هنا. انت سواء ممكن في سلكتر مفتاح سلكتر انت ركب بعدين انت تجيب سيم طريقة. تمام، هذا في ترانسفورمر، هذا قطع اتي كهرباء 24 هو شيل 230 ولا 380 بعدين اتي كهرباء 24. تمام، انا شيل اثنين سلك 380 كهرباء، اثنين سلك انا شيل هذا وهذا، اخذت هنا اثنين ركب بعدين هو اتي 24. تمام، الحين انا اطلع من هنا في هذا سلك نيوتل سيم واحد سلك، هذا سلك رو، هذا مكان هذا اي واحد، هذا كونتاكتر قطع اثنين اي واحد سلك يجي هنا سيم سلك رو اي واحد، هذا قطع واحد. تمام، كويل هذا مغناطيسية هذا يجي هنا، وثاني واحد سلك يجي سوا هذا اي تو حق هذا تايمر. تمام، عشان هذا اي واحد ما يقدر هذا كهرباء اي سي 220، لكن انا هذا في 24، انا في موجود 24 انا ركب 24. تمام، في ايجي هنا الحين هذا ثاني سلك سوا روح تواري شغال هنا سوا روح تواري بعدين روح ستارت سوا هذا دف هذا شغال. تمام، هذا اخضر مفتاح بعدين روح هنا سوا ريست. الحين انا يبقى شغال في سلك هذا كهرباء مثلا، بعدين يجي هذا مفتاح حساس، مفتاح حساس ان سي، مفتاح حساس ان او، بعدين انا سيم كهرباء ودي هذا ثاني طرف مفتاح حساس ان سي هذا كهرباء. تمام، كهرباء هذا اصفر يجي هنا وبعدين هذا سيم لون برتقال، هذا يجي هنا هذا ان سي ان او نرملي كلوز نرملي اوبن، بعدين روح ثاني هذا مفتاح حساس. تمام، الحين انا اسوي دفو هذا بسم الله شغال وكهرباء يجي هنا هذا مكان. شوف انت هذا دوران دائري دور بعدين هنا في مفتاح حساس سوا كفر، لو في انت سوا ممكن مفتاح ثاني حساس ممكن ثاني بس شغال سيم هذا كفر وقف هنا بعدين انت سوي شغل. ليش؟ هذا ان او ان سي بدل غير مكان، هو الحين هذا كفر يجي هنا هذا ان او بدل ان سي سوا
عشان الكهرباء اطلع على طول. شوف انت كده كهرباء يطلع من هنا ويجي هنا، هذا قطع واحد A2، A2 قطع واحد، هذا مغناطيسية. أنا شغل على طول كهرباء يجي هنا هذا مكان، هذا شوية بق تك شغل، شوية شغل، بعدين كهرباء موجود، هذا NC، هذا قطع 2، هذا مفتاح أساس 2، هذا كهرباء موجود هنا، كهرباء على طول، هذا NC نرملي كلوز، هذا كهرباء موجود أطلع. كهرباء يطلع يجي هذا قطع 2 ان سي سوا سوا كهرباء طلع. ليش؟ انا يبغى شغل هذا لازم انا سلك ركب هنا عشان واحد وقف واحد شغل، لو اثنين شغل بعدين هذا ام سي بي، هذا مفتاح كهرباء، هذا على طول طفي. تمام؟ انت شوف هذا بس، هذا ان سي سوا، هذا احتياط ان سي سوا سوا، انا طلع كهرباء، هذا ان سي كهرباء على طول اطلع، يجي 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 كهرباء، هذا ان او نرملي اوبن. بعدين انت سوي دف من هنا ستارت، كهرباء موجود على طول يجي هنا، في كهرباء موجود هذا مكان، شويه شغل، بعدين كهرباء على طول، هذا انو بدل مكان ان سي، هذا ان سي كهرباء على طول يجي هنا، هذا A2. تمام؟ هذا A2 في فوق في تحت، انت مزاج سيل شيل من سلك ركب هنا مغناطيسيه، وسيل شيل سلك ركب هنا، هذا انت مزاج، بس هذا موجود على طول هنا، هذا بعدين يجي هولد، بعدين شغل، هو شغل، لو هذا ما في ممكن انت دف سوي كلام تك 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 ما في شغل، يعني انت امسك بعدين شغل. تمام؟ هذا يجي الحين، هذا شغل، هذا قطع واحد شغل، ممكن هذا ماكينه انت رو يمين ولا يسار، بس هذا شغل. الحين انا يبغى اوقف هذا شغل الحين هولد. تمام؟ بعدين هذا دور دور دور، يجي هذا مكان فيه هنا سيخ مفتاح حساس سوا سوا، فيه سيخ كبير، وانت هذا خرم سوا سوا ركب واحد مسمار، مسمار هذا مسمار دف سيخ، مسمار دف سيخ، هذا ان سي بدل، هذا ان او، هذا رو فوق، بعدين هذا يجي ان سي، هذا بدل مكان، بدل مكان، بعدين كهرباء اطلع هنا، وقف هذا ماكينة، انت وقف هنا مرة مرة، وقف على طول سم سم، هذا بريك، وقف، بعدين هذا كهرباء رو هنا، هذا A3 هذا A3 هذا A2 A3 24 كهرباء، هذا تايمر A3 A2 أول موجود، A3 موجود كهرباء، هذا كهرباء موجود هنا، بعدين أنا شوية سلك شيل وصل هنا، هذا A2 سوا سوا، عشان أنا هذا شغال، بعدين طلع كهرباء 20 ثانية 10 ثانية، بعدين كهرباء 3 سوا سوا بدي برا، هذا الحين ان سي، بعدين هذا شغل وكهرباء يجي ان او ان او سوا سوا، هذا ان سي بدل، اثنين سوا سوا انا ركب من هنا، كهرباء طلع هذا 3 10 ثانية، هذا وقف ماكينة 10 ثانية، بعدين كهرباء اطلع هذا من سوا سوا 3، كهرباء يجي هذا مكان، هذا ان سي في انت سوا سوا مفتاح مساد، لو انت ما في سوا سوا مفتاح مساد انت ركب قطع فوق، هذا مفتاح مساد. الحين هذا ان سي في موجود انا سوا سوا مفتاح سوا سوا قطع كونتاكتور سوا سوا موجود، انا ان سي سوا سوا ثاني طرف شيل سلك وركب هذا A2 هذا كوايل مغناطيسيه، انا ركب سلك عشان انا كهرباء هذا تايمر ودي ان سي سوا سوا، بعدين كهرباء يجي هذا ان سي سوا سوا على طول كوايل، هذا مره واحد شويه يجي تحت هذا شغل، شويه شغل، بعدين انا يبقى في سلك ثاني، انا كلام دقيقه بس، هذا ان سي انت فاهم كويس، هذا ان سي موجود، هذا شغال يجي هنا. تمام؟ بعدين هذا ماكينه دور، هذا ماكينه دور هنا سيخ طلع، هذا انت كوايل هنا وقف، هذا تايمر هنا وقف، هذا تايمر خلاص، هذا سيم سيم ان سي، بعدين بدل تايمر وقف، بعدين ايش سوي؟ ليش هذا ليش كده شغال بعدين على طول؟ يعني كهرباء هنا طف في مكان ثاني، هذا ان سي نرملي كلوز، هذا ان سي يعني هذا دور دور، هذا حديد يجي كور سوا سوا، بعدين هذا بدل سكر، لكن الحين هذا ان سي شغال، في سلك انا كهرباء طلع من هنا ودي هذا ان سي، بعدين هذا ان سي كهرباء، هذا ان سي الحين نرملي كلوز، كهرباء طلع على طول، هذا حديد برا، بعدين كهرباء على طول يمشي، كهرباء يجي هذا مكان، يجي هذا مكان، هذا قطع واحد ان سي سوا سوا. ان سي سوا سوا موجود، هذا نرملي كلوز، كهرباء على طول اطلع برا،
نرمي كلوز بعدين الكهرباء يجي هنا هذا جيتا اثنين انه سوا سوا وقف انا شغل من هنا هذا كهرباء يجي هنا 10 ثانية 20 ثانية بعدين كهرباء يجي ان سي سوا سوا كهرباء هنا هذا ان سي انا ليش ركب عشان هذا كهرباء شوية شغل بعدين هذا انه طلع كهرباء ان سي بدل طلع كهرباء على طول هذا كويل هذا ايه اثنين ايه اثنين هذا ايه اثنين سوا سوا هذا ايه اثنين سوا سوا هذا كهرباء سبي هولد بعدين هو شغل هذا ان سي بعدين مكان بدل ان نو يعني كهرباء بعدين هنا وقف هذا كهرباء ما في رو بعدين هنا ما في ما يبغى يعني هذا انا كهرباء ثاني مره ودي سوا سوا هذا تايمر تايمر من هنا وقف بس خلاص انا يبغى سكر هذا تايمر بس هذا هلهين هذا شغال على طول بعدين هذا حديد ارجع هذا كبر سوا سوا يجي بعدين ثاني مره هذا ان سي بدل مكان ان او وهذا يجي ان سي هذا هنا وقف بعدين هذا كهرباء من هنا سكر شوف هنا سكر كهرباء هذا كبر يجي سوا سوا بعدين كهرباء سكر ممكن انت هذا ماكينه مكان ثاني وقف هذا حديد ممكن وقف هنا ممكن وقف هنا ممكن وقف هنا بعدين انت ماكينة ما في شغال هذا دف كل شيء جرب انت ماكينة ما في شغال بعدين هذا يبقى ريست يعني انت سوي هذا ريست دفو انت 20 ثانية 10 ثانية انت على طول دفو هذا تايمر شغال تايمر ودي كهرباء هنا هذا ماكينة شوية شغل بعدين انت خلص هذا شيل يد وهذا على طول وين مكان هذا موجود حديد وارجع ارجع هذا مكان يجي وقف بعدين انت ثاني مرة سوي دف شغل وشوف انت هذا ان شاء الله انت فهم كويس هذا مخطط لو اي نفر يبغى انا بدي ما فيش مشكلة بس هذا لازم نسوي مشترك اشتراك اظبط فيديو يجي معك انت سوي تمام شكرا حبيبي.